زي ما رفعت على قلبي يا سيدنا موسى. يا رب يا رب رفعت على قلبك يا رب. انا مؤمنه موحده فيك يا رب يا حبيب قلبي. يا رب يا رب بعد ما كنت مستنياك تنبعرس يا ولد امي. كنت مستنياك الامانه يا ولا تيجي بسلام يا ولا. عارف الجنه يا ابني. انا هيرمت معايا يا احمد. يا داود انا كنت بقول لما احمد يموت زلو محمد هيشيلوه يحطوه في النحس يا ولد. احمد اللي هيودي ولد وداود. قلب امي صبرني يا رب. يا رب يا حبيب قلبي. يا رب 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 عجبني يا رب عجبني. ده اللي مع الجثه بعد 9 ايام. احنا عاوزين جثتي. عاوزين جثه ابني. عاوزين ندفنوها هنا. عاوزين ندفنوها هنا. عاوزين ندفنوها هنا. عاوزين الجثه. قلت له اتخلصوا منه ورموه في الغابه اللي هناك بيقولوا عشان الاسود تاكله وما يبلوش وما يبلوش جثه وتبقى كده راحت القضيه. من 10 ل 15 كان هينزل رمضان معاني مع ابوه وامه واخواته. ليه؟ ابني كان نازل يتجوز ليه يا ناب؟ قول لي ازاي من خيرك يا زين؟ احنا هنخلص عليه ونرميه وناخد كل شجاعه وتعبه بيبقى في المحل كمان. قالها هنوصلك للاخر. وفجأة ان اتنين راحوا مكتفينه والتالت والرابع طلعوا سكاكين وفضلوا يقطعوا فيه. وبعد كده لفوه في بطانية وخدوه رموه في منطقة غابات بجوار نهر الكونغو. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية أن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. الغدر وحش، أصعب حاجة الغدر، ولما يجي من القريب بتبقى الطعنة قاتلها فعلا. مش هنقول نعمل الخير ونرميه البحر، ده احنا نقول خير تعمل شر تلقى. معقول الكلام ده؟ ده المفروض في الغربة بنتلم مع بعضينا، المفروض في الغربة نبقى في ظهر بعضينا، المفروض في الغربة ايدينا ما تسيبش ايدين بعضينا،
مش الغدر والخيانة تيجي من احنا مع بعضين. للأسف شاب عنده 27 سنة اسمه زين محمد سليم من قرية اسمها قرية حصة الغنيمي مركز اللين محافظة كفر الشيخ. شاب زي الورد. السوق الأفريقية هي السوق الوعدة، حتى بدول أوروبا تلقاهم بيروحوا للدول الأفريقية يشتغلوا فيها، ما بيروحوش المغرب ولا تونس ولا مصر. أوروبا دلوقتي بتتجه للدول الأفريقية، الكونغو، أوغندا، تشاد، أرض بكر. زين كان ذكي، ما قالش أروح السعودية، ما قالش أروح قطر، ما قالش أروح البحرين ولا أروح أي دولة من دول الخليج النفطية. قال لك لا، أنا هروح دول أفريقيا، دول أفريقيا الخير فيها كتير. وساب دول الخليج وراح سافر على أوغندا. ابن قرية حصة الغنيمي مركز اللين محافظة كفر الشيخ مرضيش يساب دول خالص، قال مش هسافر دول الخليج، أنا هروح أفريقيا. وتوكل على الله وسافر لأوغندا واشتغل. واحنا عندنا اولادنا لما بيتحط عليهم ضغط ومسؤوليه بيسدوا. احنا طول عمرنا حتى في مباراه الكوره طول ما النتيجه التعادل بنلعب على مهلنا، اول ما يدخل فينا جون نحس ان الملعب جاد نار وتلقى اللعيبه بتاكل في النجيله لغايه ما يجيبوا جون. انت ما كنت تجيبوا جون من الاول، ما بنعرفش نلعب غير تحت ضغط. برضو شبابنا كده ما بيبانش اصلهم وما بيبانش معدنهم الاصيل الا في وقت الشده. سافر زين اوغندا ملوش حد هناك، اعتمد على نفسه واعتمد على كتفه واشتغل وبقى تاجر ادوات منزليه وجاب محل في اوغندا واشتغل وربنا عطاله. ابن ريف، ابن اصول، راجل اشتغل هناك، كان نفسه يكون قرشين وينزل البلد القريه بتاعته حصه الغنيمي يشتري حته ارض ويبني عليها بيت ويتجوز. حلم اي شاب بيتغرب، اي حد بيسافر السعوديه، الكويت، قطر، بيبقى همه كله اشتري حته ارض واطلع ببيت اتجوز فيه ويكون عندي حساب يغنيني. طبعا في اوغندا الواحد ملوش حد هناك غير ربنا، لا اعرف اوغنديين ولا يعرف حد، لكن قدر يشتغل. طبعا على حسه هو في اوغندا شباب من كفر الشيخ من حصه الغنيمي عرفوا زين محمد سليم ابن بلدنا في اوغندا فتواصلوا معاه. يا زين الشغل في اوغندا اخباره ايه؟ قال لهم تعب بس الخير حلو، لو عايزين تيجوا تعالوا اقعدوا عندي لغايه ما ربنا يفتحها لكم في الشغل وانا هساعدكم وهديكم بضاعه من عندي. اشتغلوا واكسبوا واديني راس مالي ومكسبي. وفعلا ساعدهم وعطلهم عنوانه في اوغندا في بلد اسمها سروت الاوغنديه، مدينه اسمها مدينه سروت الاوغنديه. وسافروا ولاد بلده من كفر الشيخ وراحوا له اوغندا، كان مستنيهم، خدهم وداهم سكن، وكلهم، شربهم، بياتهم، واكتر من كده اعطاهم بضاعه ادوات منزليه بيبيعها في اوغندا. وطلعوا اشتغلوا وكسبوا وكانوا بيدوله مكسب ليه وفي نفس الوقت مكسب ليهم براس المال بتاعه. كم واحد؟ أربعة راحوا له، اتنين من نفس قريته حصة الغنيمة من بلده معرفته من البيئة اللي هو عايش فيها قرية حصة الغنيمة، وواحد تاني من المنصورة، وواحد تاني من مركز اللين. هم أربعة، اتنين من بلده حصة الغنيمة، وواحد من اللين، وواحد من المنصورة، والكل من محافظة كفر الشيخ. من كانت المنصورة ده قهلية لكن المحافظات جنب بعضها. واستمر الوضع على كده سنة واتنين لغاية ما قال لهم خلاص يا جماعة أنا هنزل عشان أبويا ربنا يصبره طبعا اختار لي عروسة وهنزل أتجوز، والحمد لله معايا قرشين حلوين هبدأ بيهم طريقي في مصر، هفتح محل أدوات منزلية عندنا في البلد وهبني البيت وهتجوز العروسة اللي أبويا بعت لي صورتها زي القمر. هسافر إمتى يا زين؟ قال لهم إن شاء الله هسافر يوم 8 عشان رمضان يوم 11
افطر اول يوم مع ابويا وامي واروح للعروسة. حجز التذكرة يوم 8 مارس. النهاردة 10. يوم 8 مارس. حجز التذكرة ومية مية. اصحابه قالوا لا. احنا لازم نحتفل بيك. ده انت هتنزل وانت قمت معانا بالواجب. قعدتنا معاك. وكلتنا. شربتنا. عطتنا بضاعة. كسبتنا. وحطيت رجلنا على الطريق. لازم نحتفل بيك. يا جماعة ملوش لازمة الاحتفال. ده واجب علي. انتوا بلديات واهل. قالوا لا. احنا هنيجي نتعشى عندك النهاردة. قال لهم يعني كمان انتوا اللي هتحتفلوا وانا اعزمكم على عشاء. قالوا هو كده. هو كان طيب جدا. فعلا راح جاب لهم لحمة وطبيخ وعمل لهم وليمة كبيرة. وهم قاعدين قالوا له اه جهزت شنطك؟ قال له شنطي كلها. قالوا طب الفلوس اللي معاك انت تعرف تطلعها من المطار؟ قال ربنا يسترها، انا الفلوس دي فلوس حلال وشقيان فيها وتعبان فيها وان شاء الله هعدي من المطار. من امنك لم تخونه لو كنت خاين. ده هو اللي جابكم وهو اللي قعدكم معاه وهو اللي سكنكم وهو اللي شربكم وهو اللي خلاكم بني ادمين في بلد عمركم ما كنتوا تعرفوا تمشوا فيه. في لحظه كانوا الاربعه متفقين، احنا ما حدش يعرفنا فوق غد، احنا هنخلص عليه ونرميه وناخد كل شجاه وتعبه بما فيه المحل كمان. شفت اعمل خير تلقاه شر ازاي؟ خير ان تفعل شر ان تلقى. معاذ الله نقول كده، معاذ الله احنا نقول نعمل الخير ونرميه في البحر. وفي لحظة غدر بعد ما تعشوا وشربوا الشاي وقال لهم خلاص يا جماعة بقى انا هنام عشان اصحى اخد الطيارة واتكل على الله. قالوا احنا كمان لازم نودعك. هتودعيني هتوصلين المطار؟ قالوا هنوصلك للاخرة. يحسبهم بيضحكوا. وفجأة ان اتنين راحوا مكتفينه والتالت والرابع طلعوا سكاكين وفضلوا يقطعوا فيه لغاية ما مات. وبعد كده لفوه في بطانية وخدوه رموه في منطقة غابات بجوار نهر الكونغو برضو في مدينة اسمها مندي، مدينة سروتي الأوغندية. وخلاص قال لك بقى يحسب ان دول افريقيا من اللي بيسمعوا عنها في التلفزيون ان دول من الناس، لا دول الافريقية دلوقتي بقت النظافة والاستقرار الاقتصادي والدخل المادي احسن منا بكتير. الشرطة لقوا جثة بلاغ جه من المواطنين اهالي البلد ان في جثة مرمية على نهر الكونغو في مدينة سوتي. جات الشرطة ابتدت التحريات، اتوصل انه كان سهران مع اربعة من اصحابه، تم القبض على اربعة بتضييق الخناق وخاصة لقوا معاهم فلوس كتيرة بيوزعوها على بعضيهم مجسمينها. اعترف احنا طمعنا في فلوسه وطمعنا في مصدر الدخل والمحل بتاعه، فقلنا ان احنا نقتله ونرميه في الغابات لا من شاف ولا من دين. الاب بيقول لك الطيارة اللي كان ابني المفروض يجي فيها يفطر معانا في رمضان ويتجوز ويفرح شالت كفنه واستلمت جثته. ولما نشوف شكل الجنازة البلد كلها، البلد كلها في حصة الغنيم الاف بيشيعوا الشاب اللي عنده 27 سنة اللي بعرقه وجهده حط القرش على القرش عشان يبني بيته ويتجوز، وكان نازل يفطر مع ابوه في اول يوم في رمضان ويبتدي يعلن في اجراءات الجواز. لكن اصحابه اللي هو استقبلهم في المطار وقعدهم معاه وكلهم شربهم عطاهم بضائع يبيعوا وعملهم بني ادمين طمعوا فيه ويقتلوه. طبعا اعترافات تفصيلية، بنشكر الشرطة الاوغندية سرعة الوصول للجناة. اعترافات تفصيلية، كان نفسنا انهم يجوا عندنا يتحكموا عندنا ان امنك لم تخونه، ده قتل مع سبق الاسر والترصد المفروض يتعدموا. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.